التناقض مش كبير ولا حاجة، لأن أنا شايف إن الكل للأسف الشديد إذا كان الدكتور محمد بديع أو الدكتور أحمد الطيب أو الدكتور محمد مرسي أو المستشار عدلي أو الفريق السيسي، أعتقد وجهة نظر الشخصية أنهم شركاء فيما يحدث الآن، وأنهم مسؤولون عن كل ما تتعرض له مصر وما تشهده الآن. الكل شريك في كل في المسؤولية عن الدماء التي سقطت وستسقط وسيسقط المزيد منها غدا وبعد غد. نحن نقترب من أن نصبح نسخة جديدة من سوريا. لا قدر الله. اليوم 30 قتيل، أكثر من 350 أو 400 مصاب أو جريح في 3 محافظات بالتحديد، في القاهرة والإسكندرية والسويس بدرجة كبيرة بدرجة أساسية، غير ما لم ترد عنه أنباء في باقي محافظات الجمهورية. وبالتالي يعني أنا لما في تعليقكم دلوقتي في مراسلكم في اسكندرية لما بيقول نناشد الجميع أن يمدون بسيارات الإسعاف، هذه المناشدات كنت أسمعها كثيرا عندما كنا نغطي أحداث العراق وعندما كنا نغطي أحداث سوريا. وبالتالي أعتقد أن المناشدات الآن غير مجدية، الحديث عن مبادرات ودعوات للتهدئة والمصالحة غير لا قيمة لها بالأساس، لأن الكل شارك في وصول الأمر إلى هذا إلى ما وصلنا إليه الآن. سيادة اللواء.